بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض سنه جديده، ويا رب تكون ان شاء الله سنه سعيده عليكم، ونكون مع بعض. انا مستر احمد الباشا هكون معاكم في شرح منهج ديسكفر لكي جي 1. طبعا احنا لسه صغيرين، والحاجات اللي هناخدها حاجات سهله، وعاوزة ان احنا نذاكرها اول باول ونكون شاطرين كده علشان كل اللي جاي ان شاء الله يكون سهل. احنا هناخد ايه في منهج ديسكفر؟ منهج ديسكفر قايم على فكرة الاكتشاف، يعني نعرف الـ environment من حوالينا، البيئة من حوالينا، نعرف نفسنا، نعرف اجزاء جسمنا، نعرف ازاي بنعيش، ازاي بناكل، نعرف ازاي الاختراعات بتتم، يعني معلومات كده، حاجات لذيذة كلها وحاجات جميلة، وإن شاء الله تكون مفيدة لكم جدا. في الفيديو ده احنا هناخد vocabulary فقط، ومش هنشرح المنهج نفسه. في فيديوهات للمنهج نفسه، ونبدأ كده بسم الله. وفي theme 1 chapter 1، لما أقول لك theme، الثيم ده مقصود بيه ان هو زي يونت كده، زي مجموعة دروس مع بعض، والتشابتر برضو حاجة أصغر شوية من الايه، من الثيم. احنا عندنا في first term ان شاء الله عندنا two themes، وفي theme one عندنا أكتر من chapter، ده chapter one. تعال نبدأ مع بعض بأول كلمة عندنا أو أول vocabulary عندنا، وهي كلمة geometry. حاول تقول معي، لو ما عرفتش عادي، والكلمات دي حاول انك تكتبها برضو لو ما عرفتش عادي، وحاول انك تحفظها وبرضو لو ما عرفتش عادي. المهم انك انت لما تشوف الصورة تكون فاهم المعنى بتاعها، وياريت تكون بتعرف تنطق الكلمة، وياريت تكون شاطر او شاطرة وتعرف ان انت تكتبيها، حتى لو هتنقليها وتكتبيها كده بالراحة مرة واحدة او مرتين. geometry geometry جيومتري يعني هندسة، هندسي. عارف المهندس؟ المهندس اللي بيبني العمارة، أو بيعمل تصميم لحاجة معينة، أو بيعمل ديزاين لعربية مثلا، ده مهندس، وبيتعلم علم الهندسة، وعلم الهندسة اسمه جيومتري. تعالوا نروح لكلمة تانية، self portrait. self portrait اسمها portrait او self portrait، معناها الصورة الشخصية. تعالوا كده نحفظ ان لما اقول لك على حاجة self، معناها انها بتاعتي. portrait يعني صورة، صورة شخصية يعني self portrait. self portrait، self portrait يعني صورة شخصية. ممكن بقى ننطقها self portrait. برافو. طبعا كلنا بنحب الاكل، صح ولا لا؟ وفي مننا ما بيحبش الاكل، لان في ناس ما بتحبش تاكل، بس مش صح ان احنا ما ناكلش، لازم ناكل كويس علشان نبقى عندنا صحه كويسه. واول حاجه بتعملها لما تاكل ان انت بتتذوق الاكل، بتدوقه، صح؟ لما ماما مثلا بتكون في المطبخ وبتطبخ، هي يعني بتدوق الاكل، مش بتاكله بس بتدوق وتشوفه، مثلا في ملح زياده، في ملح ناقص او مسكر. كلمه يتذوق يعني تيست، تيست. كلمه تيست يعني يتذوق، زي البنت اللي بتدوق الاكل. طب احنا لو عندنا حاجة بنحبها، لو عندنا حاجة بنحبها بنقول عليها favorite. يعني مفضل. يعني ايه favorite؟ يعني الحاجة اللي انت بتحبها. يعني انت مثلا، انا قلت لك هتاكل مثلا فراخ او لحمة، انت بتحب اللحمة او انت بتحب الفراخ،
فكل واحد فينا عنده الفيفوريت بتاعته. I favorite chicken. أنا بحب التشيكن. favorite يعني مفضل. طبعا لما بناكل لازم ناكل أكل صحي. ولما بناكل بنحافظ على صحتنا. بس لازم لما ناكل ناكل الأكل الصحي. كلمة صحي يعني healthy. healthy. healthy يعني صحي. الأكل الصحي. مش الجانك فود. عكس كلمة healthy يعني junk food. الأكل اللي هو بقى من الشارع والبرجر والحاجات دي من الشارع غلط. احنا المفروض ناكل أكل نظيف من البيت. والأكل الصحي يعني healthy. عكس كلمة صحي غير صحي. عكس كلمة healthy unhealthy. قول ورايا unhealthy. unhealthy يعني غير صحيح او غير صحي. مش صحي يعني لما اكل اكل مثلا من حد ما اعرفوش او اكل مثلا اكل من الشارع مثلا كتير واكل حاجات يعني ملهاش اي قيمة يبقى انا بعمل حاجة اسمها او باكل اكل unhealthy. مهم جدا تعرف الصورة ان البنت دي مثلا بتبعد عن الحلويات اهي وبتبعد عن الحاجات وبتاكل تفاح فدي كده بتبعد عن الحاجات الانهيلثي. ماشي بكده نكون خلصنا مع بعض البارت الاول من chapter 1. ان شاء الله في البارت اللي جاي هنكمل مع بعض. لو انت متابع الفيديوز ومركز اكتب لي في التعليقات عشان اعرفكم واتعرف عليكم. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.